الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. حسين القداح مساعد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك والناطق الرسمي باسم المكتب الجهوي بالقيروان. بالطبع اليوم معناها عقدنا لقاء إعلامي حضروا فيه وسائل الإعلام المكتوبة الحقيقة والمسموعة، وحاولنا بقدر الإمكان باش نعطيه لمحة خاصة عن وضعية الأسواق المتواجدة في ولاية القيروان، وخاصة في شهر رمضان المعظم، وبالخصوص في النصف الثاني من شهر رمضان. نحس أن معناها صار ضغط الحقيقة في أول شهر رمضان المعظم، خاصة في التزويد المنتظم لكافة المحلات بالمنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية الأساسية. وما يلاحظ أنه معناها المواد الأساسية الغذائية خاصة معناها موضوع الزيت النباتي المدعم من طرف الدولة الحقيقة ما يوصلش برشا للمواطن، على أساس أنه يتم توجيهه في العديد من الأحيان إلى معناها وجهات أخرى، وحاجه اخرى زاد حتى الكميات معناها المتاحه خاصه لولايه القيروان هي كميات ضعيفه جدا، لان نحن الا معمل خاصه نتاع معناها التعبئه نتاع الماده ذي. ثم زاد كيف شفنا انه الاسعار الحقيقه صار فيها انفراج، وشفنا انه العديد من الخضر اللي هي مثلا الفلفل كان ب 3500 والفلفل ولا ب 15%، حاجه مزينه بالكدا. الطماطم زادت غاليه شويه، البطاطا كيف. ومع الملاحظ نقوله أنه معناه ماذا بين التجار تكون ثقة متبادلة ما بين التاجر والمستهلك التونسي، عيد فطر على الأبواب، وثم العديد خاصة من الألعاب خاصة النارية الخطرة اللي قاعدة موجودة خاصة في التجارة الموازية. نطلب من الأولياء باش معناه يأخذوا احتياطاتهم ويلتجؤوا خاصة إلى المحلات قانونية شرعية اللي هي تبيع في الألعاب، وما تكونش ألعاب خطرة تمس بسلامة المستهلك التونسي من صحته حتى من جيبه متاعه. المنظمة هي دورها ترشيدي معناها تحسيسي توعوي بالأساس مش دور معناها ديال. نحن بالطبع نلتجئ في بعض الأحيان إلى التقاضي إذا تلقوا المسألة ما تحلتش ما بين معناها المستهلك وبين معناها مزي الخدمات أو ما بين التاجر والمستهلك، وللإدارة المعنية الإدارات الجهوية المعنية خاصة بالرقابة مثل التجارة مثل الصحة مثل معناها الفلاحة. ولكن في صورة الملقاوش نحن منظمة لنا دور كيف باش نجمو معناها نقدموا قضايا خاصة معناها للحاكم باش ينجم مازال يقضي في القضايا ذي ويعطي لكل الحق حقه. ونحن راهو ديما مش المستهلك ديما هو الصحيح، ينجم المستهلك راهو يكون ندافع عليه، ولكن إذا نلقاو التاجر والمستهلك أن التاجر له الحق زاد كيف لأن التاجر هو المستهلك بالأساس. نحاولوا قدر الإمكان باش معناها الاثنين يمشيوا مترادفين، التاجر يخدم على روحه باش يربح، المستهلك باش ياخذ حاجه ماده ياخذها بمقابل وتكون معناها ذات جوده لاباس عليها. وبهذا الاساس تكون معناها ثم عمليه نتاع تناسق وكمان تفاهم وتراضي ما بين الاطراف المعنيه، سواء المستهلك التونسي اللي هو نعتبروه معناها هو العنصر الاساسي لتطوير الاقتصاد الوطني، والتاجر ومزي الخدمات اللي هما لابد هما يقدموا الخدمات الجليلة والخدمات اللي هي تكون في مستوى معناها جيد وبأسعار بالطبع تكون أسعار معقولة، ما تكونش أسعار مشتة اللي تقلق جيب المواطن والحقيقة تقلق حتى المقدرة الشرائية بتاع المستهلك التونسي. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.